السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرصد. اليوم راح نتحدث عن مشكلة بيئية خطيرة أخرى، غير يعني خلينا نقول المواضيع البيئية الأخرى اللي تكلمنا من سلسلة البرامج العلمية هذه، وتواجهنا في الكويت وكذلك تواجهنا في العالم بشكل عام. النفايات الصناعية، موضوعنا اليوم النفايات الصناعية، واتسع حجم هذه النفايات في كل مكان، ومع اتساعها والتزايد الطلب وكذلك تكاليفها وصعوبة التخلص منها، هذه مشكلة أخرى راح تواجهنا كذلك. هل تصدقون إن قلت لكم إن ديكورات بيوتكم والجدران اللي عندنا، يعني الأطواف اللي عندنا ألوان حلوة ونشوفها ألوان زاهية، تتسبب بطريقة أو بأخرى من زيادة تلوث كوكب الأرض؟ وصناعة الأصباغ تعتبر واحدة من أكثر الصناعات توليدا للنفايات السامة، لأن فيها مواد كيميائية. تدرون ثقب الأوزون كذلك مادة السي اف سي كانت بدايتها من الأصباغ اللي يستخدمها الإنسان. شنو مصير أول هاتف شريته؟ تدري شنو مصير أول هاتف تذكره؟ يمكن شريته بالتسعينات بالثمانينات، بداية التلفونات الكبيرة هذه اللي كانت موجودة وغيرها. هل تعرف شلون تم التخلص من أجهزتنا الإلكترونية القديمة؟ وشنو عن الفاتورة البيئية لمستحضرات التجميل اللي قاعد تستخدمها النساء وغيرها؟ يعني الكل قاعد يستخدم مستحضرات التجميل. علامات استفهام كبيرة راح نجيب عنها في هذه الحلقة إن شاء الله، تابع معنا. أخطر هذه النفايات ما يوصف بالنفايات الخطرة، النفايات وتشتمل مكوناتها على مركبات معدنية ثقيلة أو إشعاعية أو أسبستوس أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات السيانيد العضوية أو الفينول وغيرها من المواد الخطرة الصناعية. ويتولد معظم النفايات الخطرة من الصناعة، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي تعتبر من أكثر مصادر المخلفات النووية خطورة. وتنقسم أيضا حسب الحالة إلى النفايات الصناعية السائلة والنفايات الصناعية الصلبة والنفايات الصناعية الغازية. موضوع النفاية الصناعية موضوع جدا مهم، وكذلك هو من المواضيع اللي مع الأسف اللي ما يسلط عليها الضوء إعلاميا ولا حتى فنيا، يعني من ناحية الدراسات المتشعبة والمستفيضة على مستوى دولة الكويت. كما يشير الاسم وكما تقسم النفايات، النفايات الصناعية هي التي تنجم عن التدخل الصناعي الآدمي في جل الصناعات. فعندنا مثلا في بعض الدول اللي تشابه دولة الكويت ذات الاقتصاد البترولي وكذلك، تكون النفايات عادة بمجملها تلك المرتبطة في الكيماويات والصناعات البترولية اللي هي تسمى عادة صناعات النفط والغاز، كذلك الأصباغ، بعض الأدوية كذلك المنتهية صلاحيتها وهلم جرى. تميز العقود الأخيرة من القرن الماضي بالتطور الصناعي الهائل اللي طال كافة مجالات الحياة، ومن الصعب الحديث عن التطور دون الحديث عن عشرات الآلاف من المواد الكيميائية اللي تم إدخالها إلى البيئة، وكان نتيجة ذلك تحقيق الرفاهية للإنسان. احنا نبي الرفاهية وكذلك نبي المادة، نبي الفلوس، ولكن من ناحية أخرى قاعدين نلحق الأذى ونحدث التدهور الخطير في البيئة وفي عناصر البيئة من ناحية أخرى. وللأسف مع مرور كل يوم جديد تصبح النفايات الإلكترونية هي المصدر الأكبر للمخلفات الأسرع تراكما على مستوى العالم، والنمو المذهل لتلك النفايات بلغ أكثر من ضعفه خلال العقد الأخير وحده. وبسبب ذلك النمط
من النهم الشرائي لأحدث الأجهزة وعامل انتهاء عمر الأجهزة الإلكترونية بشكل طبيعي، مما يجعلنا نتخلص منها دوريا وسنويا ونشتري أجهزة جديدة. فإن من المتوقع خلال العام الجاري أن يبلغ الإجمالي السنوي لنفايات العالم الإلكترونية حوالي 60 مليون طن من المخلفات، فيما ستبلغ كميتها أكثر من 74 مليون طن بحلول عام 2030. وفقا لمنظمة بيور إيرث الدولية، هذه منظمة غير ربحية، تقول هذه المنظمة أن الصناعة اللي تتعامل مع بطاريات الرصاص الحمضية والمستعملة في واحدة من الصناعات العشرة، يعني تعتبر واحدة من الصناعات العشرة الأكثر تلويثا للبيئة في العالم، وتستخدم هذه البطاريات الرصاص الحمضي في العديد من الأغراض، وأكثرها شيوعا هي بطارية شنو سيارات اللي يعني نستخدمها كل يوم، يعني وكل بفترة تشوف هذه البطاريات. احنا نعرف وين قاعد تروح البطاريات، هذه المشكلة لازم تفكر فيها. هناك امر اخر ربما غير ملحوظ لكنه فاتورة كبيرة على سلامة البيئة، الامر يتعلق ببروتين التجميل والحفاظ على الجمال اليومي خاصة لدى النساء، وذلك يعود الى طريقة تعبئة المنتجات والمواد المستخدمة التي أدت إلى تلوث المحيطات والقضاء على مساحات شاسعة من الغابات. تبذل بعض الشركات جهداً لإحداث تقطير يراعي البيئة، وهذا شيء جيد، وتعهدت بتصنيع سلعها من البلاستيك المعاد تدويره في أفق أن تكون خالية من البلاستيك في وقت لاحق. هني في الكويت مثلاً تقدر كمية النفايات الصناعية المتولدة بعشرات الآلاف من الأطنان في السنة، منها إطاقات منطقة الحية وغيرها من السيارات والمنتجات الصناعية الأخرى، بينما يجري تعزيز الخطط الاستراتيجية للتعامل معها وتجاوز الأخطاء اللي طافت زين واللي تسبب لنا في استغلال مساحات غير مجهزة بيئياً لردم هذه النفايات. النفاية الصناعية على مستوى دولة الكويت نجد أن عندنا من آخر الإحصائيات أعداد مهولة، أنت تتكلم عن أكثر من 50,000 طن سنوياً نفاية صناعية ناجمة من الصناعات بمختلف أحجام هذه الصناعات ومختلف أنواع هذه الصناعات على مستوى دولة الكويت. وكذلك من البديهي جدا على مستوى دولة الكويت أنت تتكلم عن قرابة 60% تحديدا 59% من هذه النفاية هي مرتبطة بالنفاية الكيماوية وتلك النفاية الناجمة من الأدوية كذلك المنتهية صلاحيتها. عندك 10% من النفاية على مستوى دولة الكويت يأتيك بشكل مباشر من المواد الحفازة اللي انتهى العمل معها أو انتهت صلاحيتها سواء كانت في مصافي البترولية أو ما شابه. وتظهر تأثيرات هذه المواد على البيئة بشكل واضح يتمثل في هذه النقاط. 1- يقوم الإنسان برمي النفايات الصناعية بشكل عشوائي، فيعمل بذلك على تشويه المظهر الحضري وانتشار الروائح الكريهة، وتساعد هذه النفايات على تكاثر الحشرات والقوارض اللي تنتقل وتنقل أمراضها. 2- تلوث الهواء، تستخدم الصناعات كميات كبيرة جدا من الوقود مثل الفحم وبعض الزيوت مثل زيت البترول والغاز الطبيعي، وعند احراق هذا الوقود ينتج عنه كميات هائلة من الغازات على هيئة دخان محمل بالرماد وكثير من الشوائب، وتنتشر هذه الغازات في الجو وجو المدن بشكل عام وفي جو المناطق المحيطة بالمصانع، مسببة ظواهر خطيرة من بينها الأمطار الحمضية الاحتباس الحراري. أما بالنسبة للإنسان فهو يؤدي به إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بجانب أنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة إصابة الصدر والأنف وأمراض القلب والشرايين والحساسية، وإلى تدني مستوى مقاومة الإنسان للأمراض الميكروبية. ينبقي علينا تحديد
مرافق لمعالجة النفايات الخطرة. يعني عندنا لازم تكون مرادم وغيرها وأماكن لتدوير هذه النفايات والتخلص منها، وذلك بتحديد عدد من مرافق الحرق كذلك، والمرادم مرادم القمامة اللي لازم نستخدمها ونحط فيها هذه المخلفات الصناعية، ومرافق إعادة التدوير، وأنا أعتبرها هي الأهم كذلك. ويمكن أيضا أن تحرق النفايات الخطرة في المنشآت الصناعية المرخصة ذات درجات، يعني هذه عندها درجات حرارة مرتفعة مثل أفران الأسمنت. كل النفاية الصناعية بالذات النفاية الصناعية على مستوياتها المختلفة وأحجامها المختلفة يمكن استخلاص مواد نفيسة جدا منها كالمعادن الثمينة، كالكيماويات اللي يمكن إعادة تدويرها وهلم جر، بالإضافة إلى مسألة إيجاد بنية تحتية وإيجاد فرص عمل متكاملة في منظومة لإعادة تدوير هذه النفايات الصناعية. ممكن أن يتم التعامل تجميع فرز هذه النفايات الصناعية بحيث أنها توزع بشكل صحيح، يتم إعادة تدويرها وإعادة التدوير بالسبل المختلفة، إنزين، سواء كانت سبل فيزيائية وفصل وإلى آخره، ومن ثم استخلاص كل ما هو نفيس من ذلك، وعلى ضوء هذا كله ممكن المرحلة اللي بعدها يتم التعامل معها في التخلص الآمن لها. فبهذا يكون مجمل النفاية الصناعية عندك في دولة الكويت عبارة عن سلسلة متكاملة صناعية هندسية مبنية على أسس علمية حقيقية يمكن الاستفادة منها، وكذلك لها مردود اقتصادي كبير، خاصة نرد ونركز على موضوع الاستفادة الحقيقية من المواد الحفازة التي يتم استخدامها في الصناعات البترولية والمصافي البترولية وإلى آخره. أسئلة كثيرة ما قدرنا نجاوب عنها في هذه الحلقة، فعلا نحتاج لنا وقت أكثر عشان نتكلم عنها، ولكن يكفينا أن نثير اهتمام الناس لخطورة هذه المشاكل البيئية. استودعكم الله، وإن شاء الله استفدتم من هذا البرنامج.